مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. موضوع تبع عدد كبير من المغاربة، موضوع امتحان ديال المحاماة، لموضوع النقاش. موضوع ديال هذا الامتحان كان بين مد وجزر في الرأي العام بقوة. مشاهدينا الكرام، معايا سفيان الوعدوجي. سفيان الوعدوجي أستاذ باحث في القانون، طالب سنة ثالثة من الدكتوراه من جهابدة القانون، 4 سنوات وهو يتمرن من أجل هذا الامتحان. النتيجة في الأخير أنه سقط. أسباب ومسببات الواقعة، هذا الامتحان كيفاش دوزو، ما شفنا كاملين في السوشيال ميديا واللي تبع عدد كبير من المغاربة انتقادات، غادي نشوفوا هو كشاهد عيان كيفاش كيشوف الموضوع. سفيان، الشاب الطموح، موسوعة تبارك الله القانون، الله يوفقك. إلا كان ممكن السي سفيان تكلم لي على هذا الامتحان اللي دوزتي 4 سنين وانت كتبريباري لي ديال السادة ديال المحامون، سقطتي فيه. كيفاش شفتي الأجواء؟ كيفاش شفتي الإطار اللي مشى عليه الامتحان؟ ما هي مكامن الخلل والقوة في هذا الملف؟ بغيت الشرح معاك إذا كان ممكن في الأول بطريقة مبسطة. طلبة تبارك الله المغاربة راه قارين، ولكن احتراما للوالدين حتى هما يفهموا. كيفاش شفتي أنت الأمور كشاهد عيان؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ يوسف، أولا شكرا على الاستضافة، الله يحفظك. شكرا، وكنشكر جميع المنابر الإعلامية اللي غطات الحدث. عندي واحد التعليق على اولا نطرقوا لجميع الخروقات اللي كانت بالنسبه لامتحان المحامي. بحكم انك انت كنتي شاهد، انت دوزتي الامتحان، اعطيني كيفاش شفتي الامور. تمام. اولا بالنسبه للامتحان اللي اجتزناه في الفتره الصباحيه، الامتحان الاول، الى رجعنا للقرار ديال وزير العدل وشفنا التوصيف ديال الامتحان، كنلقاو ان المواضيع اللي طرقت اللي كانت سوف تكون موضوع امتحان الطلبة المجتازين للامتحان، هي اولا المادة الاولى عبارة عن قضايا ومواضيع ذات صلة بمنظومة العدالة. هنا ملي كنقراو هذا التوصيف كنفهموا بانه قضايا ومواضيع لا صلة لها بتاتا بالنص القانوني. بالنسبة ومن بعد لقينا ان قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية هي عبارة عن قوانين. انا قدرت واحد الرصد ديال القوانين اللي تمتحنا فيها بالنسبة للفترة الصباحية، لقينا بأننا تمتحنا في 14 قانون. بمعنى أنه إذا كان الطالب بغي يجاوب بواحد طريقة مركزة على الامتحان اللي اجتزنا في الفترة الصباحية، كان يجب الإلمام ب 14 قانون. علاش؟ لأن الأسئلة دائما كتلقى المرجعية ديالها في النص القانوني، في التشريعات اللي هي عبارة على 14 قانون. كانوا أسئلة ذات مرجعية فقهية، وهي كتشكل واحد المينوريتي، واحد الأقلية، واحد 10 الأسئلة ولا 12 سؤال، ولكن 70 سؤال كانت ذات مرجعية قانونية. مثلا السؤال اللي طرحه بالنسبة للمتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، لم تفتش القانون رقم 38/21، والله ما تعرف تجاوب عليه. بالنسبة للسؤال اللي طرحوه على مثلا بالنسبة للقانون المحدث المحاكم الاستئناف التجارية، راه ما كنتيش متمكن من محاكم الاستئناف التجارية، راه ما تقدرش تجاوب على السؤال. هو كان سؤال بخصوص هذه نقطة، حتى هي هنا من خلال التوصيف، اللي قرا التوصيف كيعرف ان المادة التجارية راه هي ما يمكنش تكون ابدا مطلقة الموضوع امتحان. ان عندنا قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، بحيث ان السؤال الرابع سولنا على استئناف الحكم في الاختصاص النوعي الصادر من المحكمة التجارية الابتدائية، والجواب على هذا السؤال كيلقى المصدر ديالو في القانون المحدث المحاكم الاستئناف التجارية، أن الاستئناف المدة ديال، لأن القاعدة العامة ودائما كان التوجه ديال وزارة العدل هو الاستثناءات، استثناء 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 استثناء، مع أنه راه طالب القانون، راه انت ما مطلوبش منك انك تمتحنوا في الاستثناء، بعد امتحنوا في القاعده العامه، لان القاعده العامه هي الاساس. الاستثناء يقدر يجي باغ لا سويت باش تقيم واحد المعارف ولا واحد مستوى من المعارف. باش انا نبسط معاك شويه والراي العام يستوعب معنا. هنا هاد نوعيه الاسئله اللي شفتي انت بحال هاد القضايا ومواضيع كتشوفها اسئله عامه فيها بزاف ديال الاتجاهات، ممكن تنجح فيها وممكن ما تنجحش، ولا اي جواب قلتي انت تشوفه ناجح ولكن ممكن تسقط بطريقه اخرى، يعني مفتوحه. هنا كتقول 14 القانون بالمقارنه مع هاد الاسئله اللي عندك هنا، يعني ما كاينش قانون
كما كنقولوا بدايه القانون، القواعد الاولى، كاين واحد الاجتهاد كبير في المستوى على الطالب يلا غادي يبدا، رغم انت نموذج اللي دوزتي اربع سنوات، اربع سنين وانا كنوجد للامتحان، واربع سنين وانا كنفيق وكنصبح كنحلم بالطريقه كيفاش نلقى شي طريقه باش نوجد للامتحان. قولي انت كيفاش درتي معاه؟ ومستحيل تطيح لك على دماغك انك خصك تقرا 14 قانون، اونكور بلوس ملي كتقرا هذا التوصيف راه كتقول خصني نحفظ قانون المسطره المدنيه، خصني نحفظ قانون المسطره الجنائيه، وما راه حفظتهم انا مزيان وكنت جبتهم باش بغيتك تسولني في اي صفحه في اي ماده كنجاوبك عليهم تقول هذا السيد، ولكن ملي كتقرا قضايا ومواضيع كيفاش غتعرف راه خصك تراجع هذا القوانين؟ كيفاش غتعرف خصك تراجع 12 قانون؟ وهو في التدخل ديالو مع الرباط مع القناه الاولى شنو قال لهم في التدخل؟ قال لهم بانه كيلوموا عليا انه القانون رقم 2808 المنظم لمهنه المحاماه ما كانش خصني، لان كان في التوصيف ديال الاختبار الشفوي وهو قانون ذات صله وطيده بمنظومه العداله، وراه جميع القوانين ذات صله بمنظومه العداله، واش هذا يبرر انك خصك تمتحني فيه؟ وثانيا منين انت غتجي كطالب استاذ يوسف تلقى بان في الاختبار الشفوي عندك القانون المنظم لمهنه المحاماه اللي دايرين التوصيف باين وواضح، غتخيل بان هذه الماده غتكون عندك؟ يعني غتخيل ان مدونه الاسره والمدادة الاجتماعيه والماده التجاريه غادا تكون عندك؟ وثانيا غتقول لي واش ما وجدتيهمش باش تمشي توجد الكتابي؟ لا استاذ، علاش؟ لانني الاختبار الكتابي اختبار معقد جدا، راه ملي كنقول قانون المسطره المدنيه، قانون المسطره الجنائيه، قانون التزام العقود، مجموعه اربعه القوانين، ولكن قوانين معقده جدا، نعطيك انا عامين وتمكن منهم، والله ما تمكن منهم. السؤال اللي عندي الثاني، هذو كلها عناوين، ولكن السؤال اللي كيعطوك ناخذ شي نموذج، مثلا عندنا هنا قانون المسطره المدنيه، تمام، شنو هو الاسئله اللي عندكم انتم اللي دوزتوا فيها الامتحان؟ قانون المسطره المدنيه، انا سولنا تقريبا 20 سؤال في قانون المسطره المدنيه. واحد 15 سؤال كانت الصياغه ديال السؤال بطريقه واضحه، خمسه الاسئله كانت طريقه صياغه السؤال طريقه عجيبه جدا، يعني 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 طريقه كتطرح نقاش. مثلا السؤال المتعلق بالحكم الغيابي، سولونا قالوا لنا ما هو الحكم الذي يقبل التعرض؟ حنا رجعنا للماده 130 من قانون المسطره المدنيه، غلقوا بان الحكم الذي يقبل التعرض هو الحكم الغيابي والحكم الغير قابل للاستئناف، هادو جوج شروط خص يكونوا في الحكم باش يكون قابل للتعرض. منين نجي غادي نسولك انا واحد السؤال نقول لك الحكم القابل للتعرض واش هو الحكم الغيابي؟ انت استاذ باش تجاوب؟ باش تجاوب؟ نقول لك واش الحكم الغيابي بوحدو ساشون ان الحكم خص يكونوا فيه دو كونديسيون، هذا سؤال ملغوم، انا عارف الاجابه وما عارفش واش خصني نقول راه الحكم الغيابي ولا نقول راه الحكم الغيابي والحكم القابل ومجموعه من الاسئله. يعني هنا في هذا السؤال هذا الا جاوبتي عادي مشكل، وتقدر الثاني يقول لك له شروط. تماما، رئاسة السيدة جامعيين ما قدروش يجاوبوا، الصياغه ديال السؤال هي صيغه صياغه غير مفهومه، وما يمكنش القانوني انسان مشبع بالماده القانونيه يصيغ السؤال بهذيك المانيه. دابا هنا عطيتيني نبذه على الصعوبه اللي شفتي في الفتره الصباحيه، هنا غنسولك سؤال، تقريبا العدد اللي دازوا قالوا 2000 2000 اللي دوزوا الامتحان 2081 اللي نجحوا واخا الشق الكتابي، انت نموذج لك تبارك الله مستوى عالي في القانون الله يوفقك، واربع سنين وانت كتبريباري لهذا الشيء، كيفاش شفتي هذا النجاح ديال هاد 2000؟ اولا شنو غادي يجاوبهم بهذه الطريقه؟ اولا على حسب تصريح الوزير راه 800 طالب فقط هما اللي جابوا المعدل، لان 800 خص باش الانسان ينجح خصو يجيب 80 على 160، وعلى حسب التصريح ديال الوزير اللي دار راه 800 طالب من اصل 48000، لان 72000 كانت خصها تدوز حضرات غير 48000 طالب، من اصل 48000 800 طالب فقط اللي جابت المعدل، وهذا كيطرح سؤال امتحان موجه للطلبة ديال المغرب الأساتذة جامعيين اجتازوه، يعني قامات كبيرة اجتازوه في المغرب كله نجحات فيه 800 واحد، هنا سابوس بروبليم كاين إشكال، هنا هاد النقطة بحد ذاتها راه اشرحها لي، اشرحها لي الإشكال هو أن الامتحان تعجيزي، امتحان تعجيزي، أساتذة جامعيين ما قدروش يجاوبوا عليه، أساتذة جامعيين أونكوغ بلوس ملي كتجد فيه واحد لي ريستريكسيون واحد الإكراهات كمثلا لو سيستيم كنديان ديال ناقص نقطة لا جاوبتي على سؤال خطأ، راه ماشي
راه كيولي تعجيزي بواحد الشكل غريب جدا، كيولي تعجيزي 100%. هنا نوعيه الاسئله اللي كانت عندكم واش بالاله ولا انتم كتكتبوا؟ هما كيسولونا، كيعطيونا ورقه فيها الاسئله ورقه فيها الاجوبه، وكل جواب كيحتمل 4 ديال الاجوبه، 3 الاجوبه تقدر تجاوب عليهم، والجواب الرابع دائما كيكون جميع الاجوبه خطا، مع العلم ان اي سؤال كيحتمل هذوك 3 الاجوبه ماشي كتابه. كتابه انت كتكوشي. شنو هو الدور ديال هذه الاله اللي سمعنا؟ كاينه اله اللي كتراقب هذه الاله، هو كيقول على السيد وزير العدل، كيقول على ان هذه الاله اعتمدت في تصحيح جميع الاوراق، وبالتالي فان جميع الاوراق التي صححت هي صححت بطريقه اوتوماتيكي، يعني ما كانش دخل المكون البشري في تصحيح هذوك النقط. واخا بسط معايا في النقاش اذا كان ممكن، بغيت الناس تفهم حتى انا نفهم. قول لي هاد الاله كيفاش كتصحح؟ كيفاش الاله دوزات عندي 100 طالب، 100 طالب عطاتني الورقه، دارت كيسيام كل سؤال جاوبت عليه، كنشد انا ديك 100 ورقه كنخشيها في الاله، الاله البي سي كيعطيني ترتيب كل واحد شحال جاب. هذه الآلة هي بحال امبريمونت، كتقرا كدير كتسكاني ورقة بورقة بورقة بورقة، كتقرا خط اليد ماشي خط اليد، لأن كل سؤال قدامه أربعة ديال أربعة الخانات خاوين، وأنت عندك ورقة فيها الأسئلة وورقة ديال الأجوبة، يعني بحال بحال البيرمي، بحال البيرمي تماما، غير هو هذا فيه موانزان، إلا جاوبتي على شي سؤال خطأ ناقص نقطة. هذه الملاحظة الأولى اللي شفتي أن أمور تعجيزية شيئا ما، شنو هما الملاحظات الأخرى اللي شفتي أنت في هذا الامتحان؟ الملاحظة الأولى اللي قلت هي أن المرجعية القانونية اللي اعتمدتها وزارة العدل في صياغة وفي طرح الأسئلة هي مرجعية قانونية، ما قالوش لنا، يعني اعتمدوا على 23 قانون باش يحطوا لنا 160 سؤال، هذيك 23 قانون في التوصيف ما قالوهاش لنا، ما قالوش أنا راه غنسولكم في هذه القوانين، مثلا في الفترة المسائية سولونا في 14 قانون في الفترة المسائية. لا هذوك راه باينين، هاد القوانين اللي باينين كندوي لك على ملي كيقول لك الماده الاداريه، هاد الماده الاداريه خشى فيها 14 قانون، 14 قانون خشى فيها القانون ديال نزع الملكيه، القانون ديال المتعلق خشى فيها مدونه تحصيل الديون العموميه، خشى فيها مرسوم رقم 212 متعلق بالصفقات العموميه، القانون المتعلق بنزع الملكيه لاجل المنفعه العامه، ظاهر 2 مارس اختصاصات الوكيل القضائي، القانون رقم 1202 متعلق بالمسؤوليه المدنيه في الاضرار مجال الاضرار النوويه، يعني 14 مرجعيه قانونيه اعتمدت. بشكل مختصر السؤال الاخير اللي عندي معك قبل ما ندوزو لامور اخرى، سؤال، واش كتشوف بان هذه نوعيه الاسئله اللي كانت عندكم خص يجاوب عليها شخص متمرس في القانون حوالي شي 20 30 سنه، يكون يا يعني اما يكون كان قاضي ولا الساده المحامون اللي دوز 20 سنه باش يقدر يجاوب على هذه الاسئله، ماشي هذه ماشي اسئله للطلبه اللي هما مقبلين على انهم يمشيو مرحله تاع التدريب، ينجح يمشي عند التدريب واحد 3 سنوات عاد بطبيعه الحال تيولي الاسم ديالو ويرافع ويناقش في المحكمه. نجاوبك استاذ، ابدا ماشي من خلال تقييمي الشخصي للامور، ولكن من خلال تواصلي مع الاساتذه جامعيين، انا تواصلت مع اساتذه كبار اساتذه جامعيين، تواصلت مع ممارسين، كلهم اعترفوا لي بان امتحان تعجيزي، يمكنش لطالب عنده اجازه بسيطه يجاوب عليه، اونكور بلوس هما براسهم عجزوا انهم يجاوبوا عليه، كلهم باعتراف جميع الاساتذه الجامعيين اللي انا متواصل معهم ان كاين واحد التخوف، لان هاد السياسه اللي نهجتها وزاره العدل كتلقى الاصل ديالها في واحد التخوف، كيقول لك اودي راه في 2019 عطيتونا 4500 محامي، وهاد العدد راه عدد كبير، حنا خايفين في 2022 تعطيونا نفس العدد ولا تعطيونا بالالوفات، هادشي علاش اصلا نهجت هاد السياسه الاقصائيه. حنا انا درت واحد التحليل ديال عدد المحامين في مجموعه من الدول اللي هي قريبه لينا، وحنا كنقارنوا راسنا بها ديما. المغرب حاليا فيه 13000 محامي زائد 4700 هي محامين متمرنين، اغلبيتهم غاديين يديو القسم في شهر 11 ولا في شهر 9 ديال الاداء، يعني حاليا عندنا 13000 محامي من بين 40 مليون نسمه. مشينا للجزائر تلقاو في 2011 الجزائر كانت عندها 40000 محامي، لانني حاولت ناخذ المعلومات المحينه ديال 2022 عدد المحامي لقيت غير ان في الجزائر في 2011 كان 40000 محامي، وساشون كو ان الجزائر في 2011 كان فيها 36 مليون مواطن، كانت قل منا
وعدد المحامين كيساوي الدوبل ولا بلوس فوا تخوا من سنة هادشي هادشي 2011 كان فيها 40 دابا سيرتيرمون تكون فيها واحد 60000 ولا لانهم كيديروا امتحانات بشكل تونس كان فيها 12 مليون محامي فيها 9075 محامي فرنسا فيها 67 مليون مواطن فيها 70000 يعني فرنسا فرنسا راه كضربنا فوا 4 ساشون كو ان عدد السكان فيها يلا ما كيتجاوزناش فوا 2 احنا عندنا 40 مليون وما عندنا 67 مليون ايطاليا ايطاليا اللي هي تاهي دوله قريبا وفي جهة لومبوردي بوحدها فيها 35000 هذا الشيء كيجاوب على داك التخوف ديال الجهات بمعنى ان راه واخا تدمج حتى 4000 ولا 5000 راه ما يمكنش هاد 4000 ولا 5000 غادي تضغط لك على مثلا على القطاع ساشون كو ان في جميع الدول اللي كاينه الاعداد كتفوق بزاف الاعداد اللي كاينه في المغرب كنتمنوا لك التوفيق سفيان الله يوفقك يا ربي شكرا على تبارك الله طالب لي الشرف مرحبا صحفي قامه عاليه جدا وانا علاش تواصلت معك لانني كنبغيك كنحترمك يعني انت بالنسبه لي صحفي الشرف الله يطول عمرك شكرا لك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا سفيان شاب طموح عنده 33 سنه طالب في السنة الثالثة الدكتوراه ديالو في نفس الوقت دوز الامتحان ديال المحاماة وهو أستاذ باحث في القانون كما قلت في السابق ملم بالقانون إلا أن الملاحظات القوية اللي شافها في الامتحان شيئا ما كما كيصرح أسئلة تعجيزية وهذه علامة استفهام هذا جانب فيما يخص السيد وزير العدل بطبيعة الحال في إحدى التصريحات ديالو تكلم على أنه من الطبيعي ومن أساس الديمقراطية في المغرب أن أي مسؤول ينتقد من الطبيعي جدا وهذا هو الأساس لأنه الديمقراطية لها أساس هو فئة من الأغلبية فئة معارضة وفئة محافظة هذا جواب السيد الوزير يعني هو يؤمن بالنقد البناء ولكن في إحدى الخراجات ديالو مؤخرا لما أجاب في إحدى القنوات قال تم الاستفزاز ديالي وهنا كيتطرح سؤال أو إذا صح التعبير هناك تناقض كبير إذا كنت وزيرا وأنت مشرف على التدبير ولك أفكار فيما يكون التعديل ديال القوانين سواء في كل ما يتعلق بملفات في قضاء الأسرة وملفات جنائية أو إذا صح التعبير قانون المسطرة الجنائية وقانون مدونة الأسرة كذلك تجتهد نعم ولكن إذا أصبت اللهم بارك إذا لم تصب من الطبيعي جدا أنك غد تكون في ألي غتنتقدك من الطبيعي جدا يجب أن تكون لك سعة صدر في انتقاد البناء وهنا ما يمكنش أنك تكون كتستفز يجب مراعاة آراء الناس آراء ملاحظين في الموضوع القانون ممكن تغيير دياله والقانون ممكن يتهيكل حسب تكنولوجيا حسب السنين لأنه من الطبيعي البلاد كتطور والعالم يتطور سيد الوزير بعض الخراجات موضوع النقاش كانت له أجوبة شيئا ما صعبة والرأي العام لم يتقبل تلك الأجوبة انطلاقا من الطريقة التي تتكلم فيها عن لغة المال أو ابني درس في دولة أجنبية هنا كتطرح سؤال ألا تؤمن بالمدارس ديال المغرب مسألة أولى مسألة ثانية لماذا الافتخار بالدبلومات الأوروبية وروح المواطنة الأساس ديالها الرقي والدعم بقوة بأفكار ماديا معنويا منهجية لسياسة الدولة من أجل بلورة تعليم مستوى عالي لما لا أن تكون لنا مدارس في المغرب لها مواصفات دولية وهذا هو ما نطمح إليه أنت الآن في محط مسؤولية تصنع القرار ولكن التاريخ يعود نفسه يجب معالجة بعض الزلات وبعض الخرجات في إطار نقد بناء نحن لا نسيء ولا نصدر أحكاما ولكن يبقى لنا حق في التعليق حر من الطبيعي جدا يجب إعادة النظر حول منهجية الخرجات وكذلك بعض اقتراحات في القوانين مشاهدينا الكرام المغاربة لهم طموح ويجب مواكبة طموح المغاربة بطريقة ذكية وممنهجة من أجل الوصول المبتغى اللي هو كيطمح لي أي مغربي هو العيش الكريم مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم